بس نبدا من جثامين 6 شهداء من الواجب والشهداء الواجب الإنساني، وهم من جنسيات مختلفة، 3 من جنسية البريطانية وواحد أمريكي أسترالي وبولندي. هؤلاء يعني كانوا يقدمون بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني عبر المطبخ المركزي العالمي، وقد تم استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكما ترون الآن سيخرجوا كما كل أبناء الشعب الفلسطيني من الشهداء شهداء، سيحملوا على الأكتاف ويوصلوا الآن عبر سيارات الإسعاف تم التنسيق لها مع الجانب المصري لإيصالهم إلى أهاليهم ودويهم عبر معبر رفح البري. العدد 6 شهداء، 3 أصحاب الجنسية البريطانية، أمريكي، بولندي وأسترالي. تم التنسيق مع مؤسسة أوتشا وهي تابعة للأمم المتحدة، وهي من استلمت هؤلاء الشهداء وتلك الجثث، وهم سيقوموا بتسليمهم عبر معبر رفح إلى الجهات الرسمية إن كانت قنصليات أو سفارات بلادهم.